متابعينا متابعي مصراوي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في لايف جديد من محافظة الدقهلية. معاكم رامي محمود، وبنستعرض مع حضراتكم ظهور زغاليل القرش داخل الاسواق واقبال على شرائها. يمكن زي ما احنا شايفين سمكة زغلول القرش اللي البعض وصفها بسمكة القطة. احنا امام احدى محلات بيع الاسماك اللي بيعرض سمكة القرش امامنا، وزي ما احنا شايفينها هو وصفها بسمكة القطة وقال ان دي مش سمكة قرش اطلاقا، ان سمكة القرش هي سمكة اسنانها مدببة لكن دي سمكة ليست مؤذية او ضارة بالانسان. احنا امام احدى محلات بيع الاسماك، زي ما شايفين السمكة اللي تثير الجدل ومسار حديث المواطنين داخل مدينة المنصورة، سمكة القرش اللي بتتباع، زغلول القرش اللي بيبدأ من كيلو ونصف الكيلو ويتراوح الى 10 كيلو. زي ما احنا شايفين كمان ده لحم سمكة القرش او زغلول القرش الصغير امامنا الان. احنا اللي امامنا زي ما احنا شايفين سمكة زغلول القرش منتشرة في شارع الدراسات. صار قول لي السمكه دي بكام الكيلو؟ الله يخليك. السمكه دي كيلو ب 70. 70 جنيه. دي سمكه قطه. السمكه حاجه بسم الله ما شاء الله من حته البرج من دمياط. ايه السمكه دي بقى؟ عرفت سمكه القطه بتتعمل في ايه؟ بتتعمل مقليات صوابع. حاجه بسم الله ما شاء الله بلدي في الاكل. بلدي في الاكل. بلدي في الاكل. حاجه تشرف اللي بياكلها. تمام. اسعار السمك زي ما احنا شايفين ولدة القرش امامنا بتتباع في اسواق الدقهلية، ولدة القرش اللي البعض وصفها بسمكة القطة. كمان زي ما احنا شايفين دي لحم سمكة ولدة القرش اللي بتصل الى 10 كيلو منها وكمان متاحة في الاسواق. امسكها في ايدك، امسكها في ايدك، انا عايزك توابينها وشها بس، امسكها في ايدك كده. ايه السمكه دي بقى؟ الناس بتقول عليها سمكه قرش قطه. سمكه قطط بتيجي منين دي يا غالي؟ بتيجي من دمياط من عزبه البرج. من عزبه البرج بيبيعوها كيلو ب 70 جنيه. طب هي وزنها بيوصل لقد ايه؟ هي وزنها ممكن في من اول 2 3 كيلو لغايه 10 كيلو 15 كيلو. اكبر حاجه حسب الحجم. اكبر حاجه فيها 15 كيلو. 10 15 20 20 كيلو. زي ما احنا شايفين. طب هي دي مالهاش اسنان؟ متابعين معاكم. لا هي ملهاش اسنان. في اقبال على شرائها؟ يعني اللي بياكلها وعارفها بياخد منها لان حلوه. بتتعمل آلية. احنا ده التسنين اللي بيكسب بناخد منها. بتعملها ازاي بقى؟ طريقتها ايه؟ اللي هي بنعملها في ايه وبتتعمل مقلي طواجن صبالي الشوا. دي حاجه والقرش حاجه ثانيه خالص. زي ما احنا شايفين وبنستعرض مع حضراتكم ولدة القرش او زغلول القرش الصغير اللي بيتجاوز وزنه من كيلو ونص حتى يعني بيوصل ل 10 و 15 كيلو. احنا امامنا ولدة قرش زي ما احنا شايفينها وبنستعرض مع حضراتكم، بيباع داخل اسواق الدقهلية في احدى محلات بيع الاسماك. صاحب المحل استعرض امامنا وقال ان هي سمكة غير حادة، وشايفين اقبال للمواطنين على يعني مشاهدتها وشرائها. سمكة زغلول القرش تظهر في أسواق الدقهلية وإقبال على شرائها. زي ما احنا شايفين كده بعض المواطنين بيتجمعوا لرؤيتها ومعرفة كيفية طهيها وكيفية تناولها، يعني زي ما احنا متابعين وشايفين مع حضراتكم. هنبقى في لقاء مع صاحب المحل هيعرفنا ايه السمكة دي. السلام عليكم. عرفنا بنفسك يا باشا. قول لنا ايه يا محمد؟ ده سمك بقى بولت.
عرفنا محمد السمكه اللي احنا شفناها دلوقتي كنا بنصورها دي سمكه ايه؟ دي سمكه قطه. ايه سمكه القطط دي يا محمد؟ السمكه بتيجي من عزه البرج، هو عملها سمكه نضيفه بتتقلى وبتعمل صواني حاجه بسم الله ما شاء الله، نادر ان هي بتيجي عامه. بكام الكيلو يا استاذ محمد؟ ده من 60 ل 70. 60 ل 70 جنيه للكيلو. وبتتاكل عادي يعني؟ انما مش قفش زي ما الناس بتقول. ولا في الكلام ده عندنا طبعا كونسيبت حاضر الكذبه بالكلام ده ولا الزحاشه والحاجات دي. وبيبقى في طبعا محاملات من التموين والسحب والكلام ده. تمام، زي ما احنا شايفين وبنستعرض معاكم من امام احد محلات بيع الاسماك بمدينه المنصوره، يعرض يعني ولده القرش التي انتشرت بغزاره في اسواق مدينه المنصوره. زي ما احنا شايفين وبنستعرض مع حضراتكم، هي دي السمك، دي ولدة القرش اللي البعض بيرفض وصفها بولدة القرش او زغلول القرش. بائع الاسماك هنا في مدينة المنصورة قالوا عليها سمكة القطة، قالوا كمان ان هي سمكة غير سامة وغير ضارة، بل اللي يتناولها مرة يعني لن يكتفي بتناولها مرة واحدة فقط، بل يتناولها مرات عدة. قال كمان ان هي متوفرة وموجودة بسعر بيبدأ من 60 حتى 70 جنيه للكيلو. كمان بنستعرض معاكم لحم زغلول القرش زي ما انتم شايفين ومتابعين مع حضراتكم، بنستعرضه معاكم. ده سمك زغلول القرش اللي موجود في اسواق مدينة المنصورة، بيباع من يعني داخل احدى المحلات، بنستعرضه مع حضراتكم. سألناه كمان يعني هو حرام اكله؟ قال لا مش حرام ابدا، وكمان ان زغلول القرش ما بيتعرضش للانسان اطلاقا. قال كمان ان زغلول القرش من افضل اللحوم والاسماك واجودها. قال كمان ان بيتم عمله بعدة طرق، وزي ما احنا شايفين بنستعرض مع حضراتكم السمكة، ودي بيقال لنا كمان ان بيسموها السمكة الضاحقة، زي ما احنا شايفين احنا يعني بنوريكو ان ليس لها اسنان اطلاقا، بل لها حواف، هي حواف يعني قد تكون حواف خشنة فقط وليس اسنان بالشكل الموصوف، بل هي اسنان صغيرة جدا. احنا بنستعرضها مع حضراتكم وامامكم الان، سمكة القرش او زغلول القرش اللي بعض الصيادين وبعض بائع الاسماك في مدينة المنصورة رفضوا وصفها بسمكة القرش، قالوا عليها سمكة القطة. متابعينا متابعي مصراوي في كل مكان، احنا معاكم في لايف من مدينة المنصورة، ظهور سمكة زغلول القرش وطرحها في اسواق مدينه المنصوره. زي ما احنا شايفين كنا بنستعرض معاكم السمك متاح داخل سوق بمدينه المنصوره، صاحب المحل قال انه اتى بها من حلقه السمك بعزبه البرج، يعني بجانب الاسماك اللي بيشتريها هو شاهدها وقرر انه يتم طرحها داخل الاسواق او داخل المحل الخاص بيه في مدينه المنصوره. كمان يعني قطع لنا جزء من السمكه، بيورينا لحمها، قال ان لحمها لحم جميل جدا ولحمه بيباع بسعر من 60 الى 70 جنيه للكيلو الواحد. متابعينا متابعي مصراوي في كل مكان، كنا معاكم من داخل احدى محلات بيع الاسماك بمدينة المنصورة، بنستعرض معاكم زغلول القرش أو سمكة القطة التي يعني كما يصفها بائعي الأسماك في مدينة المنصورة، ظهور سمكة القرش الصغير أو ولدة القرش داخل إحدى المحلات بمدينة المنصورة. بنشكركم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في لايف جديد.